السلام عليكم أصدقائي. بالنسبة لفيديو اليوم سوف نتكلم عن كيفية المذاكرة بفعالية. أول شيء اسأل نفسك لما تذاكر. في الحقيقة الكثير منا سيقول أذاكر كي أنجح، أنتقل للمرحلة الثانية وأتخلص من هذا العبء الثقيل، لكن الأمر ليس كذلك. لما لم تفكر يوما أن تغير نظرتك للمذاكرة؟ كيف ذلك؟ ذاكر بهدف، هدف التعلم، ذاكر بكل شغف منك، ذاكر بهدف الاستفادة ولا بهدف التخلص. عندما تتغير نظرتك للمذاكرة ستجد إقبالا منك على المذاكرة أكثر من ذي قبل. ثانيا ترتيب المكان. ثاني شيء أهم هو ترتيب مكان المذاكرة. من الممكن أن يبدو تافها إلى أن ثمة هناك علاقة كبيرة بين المذاكرة والترتيب، بحيث أن ترتيب مكانك يزيد من مدى تركيزك في المذاكرة. قم بترتيب المكان جيدا، رتب المواد التي لديك إلى أن ترى بأي مادة ستبدأ. ثالثا حدد أنسب وقت للمذاكرة. حدد أفضل وقت للمذاكرة بالنسبة لعقلك. اختر أكثر الأوقات التي يكون فيها ذهنك نشيط ومستعد بشكل أكبر لاستيعاب المعلومات وتحليلها. رابعا وهي من أهم النقاط بالنسبة لي، الابتعاد عن الموليات. ابتعد عن كل ما يوليك عن المذاكرة جيدا، سواء كانت ضوضاء أو مواصل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الأمور المشددة. وخامسا دع عقلك يتمتع. من الطرق التي أعتمدها أنا شخصيا هي طريقة البومودورو تكنيك. خلاصتها أنك تذاكر لمدة 25 دقيقة أو 30 دقيقة بتركيز شديد دون التفات لأي مشتت، ثم أخذ استراحة بعدها بخمس أو 10 دقائق. الطريقة السادسة وهي طريقة جد فعالة لكي تتذكر المعلومات أكثر، أن تشرح لغيرك، وهي من بين أهم عوامل التثبيت، بحيث أي معلومة تقوم بشرحها لغيرك ستشعر بدافع قوي وسوف تكسر ذلك الملل الذي لديك. سيساعدك ذلك كثيرا في تثبيت معلوماتك. سابعا الاستمرارية والثبات. إذا كانت هناك مادة تتطلب الكثير من المجهود والعمل المكثف، كما أنها تعتمد على حل مشكلات مثل الرياضيات، قد تتوقف درجاتك مع هذا المجهود المبذول لهذه المواد نظرا لاحتياجها لمجهود كبير. لذا عليك أن تسعى لتحقيق روتين شبه يومي بشكل ثابت. الثبات والاستمرارية يحققون النجاح بشكل فعال صدقوني. ولتجعل العملية سهلة أقسم ملاحظاتك دائما بشكل واضح وسليم لتسهل عليك عملية المذاكرة والمراجعة. كذلك ضع ورقة ملاحظة عند كل نقطة صعبة أو مهمة أو تحتاج لمجهود مضاعف منك. وثامنا هذه الطريقة كذلك أعتمدها بشكل شخصي وهي بعض الفيديوهات التحفيزية. هناك العديد من القنوات التي تقوم بيوميات دراسية سواء باللغة الإنجليزية أو بالعربية، وأنا أفضل اللغة الإنجليزية لكي أستفيد من اللغة والثانية لكي أتحفز. فعندما تشاهد هذه الفيديوهات ستتحفز كثيرا للدراسة. إضافة إلى الفيديوهات ساري ويرمي، وهناك فيديوهات في قناتي أدرس فيها يمكنكم أن تستعملوها لكي تدرسوا معي. في الأخير أصدقائي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم في نفس الوقت. كانت معكم شيماء، نلتقي في فيديو قادم. دمتم بأمان الله.